مدي القوة أكتر، من جوزك ولا من أهلك، باباكي ومامتك ولا من الدكاترة؟ هو بصراحة يعني هو العيلة لعبت دور كبير، لأن هم أكيد كانوا متضايقين يعني، أكيد الأجداد برضو، هي أول حفيدة من الناحيتين لحد النهاردة، فهي كانت الأملة يعني، وفضلوا مستنينا 6 سنين. فطبعا لما يلاقوا بقى إنه في مشكلة، هم أكيد كانوا متضايقين، بس ما كانوش بيبينوا قدامنا يعني. أعتقد كل واحد في الوقت ده كان بياخد جنبه ويعيط لوحده، بس ما حدش حسسك بده خالص يعني؟ خالص، بالعكس. انا يعني انا فاكره يوميها بابايا عادي شافها، كانت لسه مركبه السماعه، قعدها على حجره وقعد يلعب معاها، ما حسسنيش انه في حاجه، ما حسسنيش انه دي نهايه العالم. قعد يسالني طب هتعملوا ايه، طب هتروحوا فين، طب الدكتور، يعني بيتكلم عادي بابتسامه على وشه، ولا حتى اعتقد فتح معايا الموضوع يعني، غير كده من بعيد لبعيد كل شويه يقول لي ما تقلقيش كل حاجه هتبقى كويسه يعني، بس كلمتين كده بس، ما بيتعمقش في الموضوع عشان ما يحسسنيش انه في حاجه. احيانا كبيرة. بيبقى الناس بتعبر عن حبها بطريقه مش صح، صعبانيات، ويخلوا الواحد اللي عنده شايف مشكلته قد كده يشوفها 10 اضعاف. الحمد لله اللي حواليكي ما كانوش من النوع ده يعني، كانوا بوزيتيف وبيصغروا المشكله بدل ما يكبروها. بالظبط. وفي الاخر بصراحه كانوا على طول بيجوا معانا عند الدكتور لو محتاجين حاجه يعني ما اعرفش، انا حسيت انه كمان ابتدوا يعملوا هم ريسيرش على النت ويبعتوا لنا مقالات ويبعتوا لنا فيديوز. اكبر صدمه اللي انا كمان ادركتها قد ايه الاهل او الاشخاص اللي حوالين الطفل، مش بس الاب والام، لو في الجدة والجد او اي حد هيقعد مع الطفل او المدرس او اللي في الحضانة او ايا كان، اي حد حوالين الطفل ده لازم يتعلم من خبير التخاطب كيفية التعامل مع الطفل ده، ازاي تلعبي معاه بطريقة انك كل دقيقة هو يستفاد ان هو يعوض السنة او السنتين او الثلاثة او الاربعة اللي هو ما كانش بيسمع. طيب فيهم لو تقولي لي كده بالزمن، يعني انت كنت تقولي قد ايه في اليوم بتعملي ده مع بنتك؟ هو الموضوع مش بالكم بصراحه، الاطفال في السن ده بيبقوا صعبين شويه، ممكن هي ما تبقاش عايزه اصل هي مش حصه، بس هي في حاجات لازم نقعد تمرينات نعملها، بس هي كلها يعني خبير التخاطب بيعلمك ازاي يعني، هي خبير التخاطب بتبقى بتلعب معاها، هي من بره انت لو شايفاها كده هي بتلعب معاها، بس هي في تكنيكس بقى معينه هم دارسينها بقى بتوع التخاطب، بيبقوا عايزين يطلعوا منها نتيجة معينة في مراحل معينة. هي بتقعد معها أول مرة تلعب معاها بس، تشوف هي في أنهي مرحلة، وتبدأ هي تأسس نظام تشتغل عليه، إزاي هي بقى الأسبوع ده عايزة تحقق حاجة بقى معينة، وإحنا بنتفرج عليها وبنشتغل معاها في الجلسة، بس في نفس الوقت لازم نعمل اللي هي بتعمله ده في البيت. ومع الوقت احنا بنتعلم بقى ونبدأ نبتكر احنا كمان لعب حسب بقى الحاجات الموجودة عندنا في البيت او المواقف اللي احنا بتحط فيها يعني. من ابسط حاجة بحاول استغل ان احنا نتعلم اي كلمة او اي صوت، لو في اي آلة موسيقية، لو في يعني في كذا تمرين يعني بنعمله، وحتى على الويب سايتس، وحاجات دي موجودة على الانترنت، الويب سايت بتاعت الشركات بتاعت القوقعة فيها تمرينات. المعلومة المجردة مفيدة أكيد، بس مش زي اللي منقولة عن طريق تجربة أو خبرة. يعني الناس لما بتقعد مع بعض وبتعلم بعض بالتواصل مختلف تماما عن أرتكل أو مقالة هتقريها طبعا. وهو لازم ده أشوف. اللي بتعمله يسرى اللوزي. يعني ببساطة يسرى، أنت كان ممكن تتعاملي مع الأزمة دي على أنها مشكلة، وأنت اجتهدتي إزاي تخلصي بنتك ونفسك من الاحساس بالمشكله، وشكرا، ومحدش له عندك حاجه يعني، كفايه قوي انك تعاملتي معاها. بس انت عندك حماس واصرار انك تخبطي كل الابواب عشان اللي مش عارف يعرف. قولي لي ليه يا يسرى؟ هو بصراحه اول سنه دي كانت صعبه جدا، بس في وسطها انا كنت عماله اقول انا عماله ادور على كل الحاجات دي لوحدي، على كل المعلومات دي لوحدي، انا مش عارفه اروح فين، انا مش عارفه اخد قرارات. ابتديت احس انه انا كان نفسي ان انا لما ابقى في الموقف ده الاقي حد مر بنفس التجربه يقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه، او ايه ترتيب الاحداث، او ما تقلقيش انت دلوقتي هتحسي كذا بس بعدين هتحسي كذا يعني. كنت عايزه اي دعم باي شكل، وكنت بتمنى فعلا انه يبقى في اي حد يقول لي حتى انه في حاجه اسمها مسح سمعي، وان هي حاجه بسيطه يعني كان ممكن تتعمل وهي عندها شهر او شهرين او يوم حتى في المستشفى.
فانا قررت انه بعد ما مريت بالفتره الصعبه دي اللي انا في ساعتها فعلا ما كنتش قادره افكر في اي حد تاني طبعا، فكرت بعد ما فقت انه انا ممكن استغل فكره ان انا الناس عارفاني، فان انا احاول يعني عندي فولورز على الفيسبوك وعلى انستغرام وكل الحاجات دي، ان انا برضو اوظف شغلتي بشكل ايجابي، ان انا احاول اوعي الامهات والابهات انه من اهميه المسح السمعي ده، عشان نقدر يمكن مع كثره التوعيه والبرامج وان احنا نكتب حاجات على النت وكده، ان احنا نطالب الحكومه ان هي تخلي المسح السمعي ده اجباري زي ما هو اجباري في كل بلاد العالم. معظم الدول المتقدمة وفي دول عربية كتير دلوقتي منها الكويت والسعودية ولبنان ونيجيريا وتركيا المسح السمعي ده بقى إجباري، يعني بقى فعلا الطفل ما بيطلعش من المستشفى غير لما يتعملوا المسح السمعي ده، وبناء عليه بنقدر نقرر الطفل ده أنا هدخله مدرسة عاملة إزاي، هعلمه أنهي لغة عشان أقدر أتواصل معاه ويقدر يعبر عن نفسه. من حق الطفل ده إن هو يتعلم، ومن حقه إن هو يعرف يعبر عن نفسه، هو في الاخر انسان. فاحنا دلوقتي لما بيبقى عندنا مشكله بندفن راسنا في الرمل ونخبي الطفل ده او نتكسف، او دي حاجات موجوده عندنا في المجتمع للاسف. فانا شايفه انه اي اهل في الموقف ده لازم يبقوا فخورين بطفلهم ويحاولوا في اسرع وقت يعوضوا الوقت اللي هما كانوا خايفين او مكسوفين او حاسين بذنب او حاسين ان هم عملوا حاجه غلط، او عشان في حاجه لازم يداروها. بالعكس، احنا بالعكس ده انا عندي تحدي ان انا اخليها احسن من كل الناس التانية عشان اثبت للعالم انه الطفل الاصم ما عندوش على فكره مشكله في الفهم ولا عنده اي مشكله في اي حاجه. انا قبل ما تدخلي وقبل ما ناخد فاصل هقول لك انا قلت ايه من وراكي. انا قلت انا طول الوقت بحب يسرى لاسباب لطيفه وشكليه وروحها حلوه وجميله، بس انا النهارده بحبها اكتر لانه هي انسانه يعني لا الانانيه ولا الازمه خلتها تتقوقع، بالعكس هي بتفكر في دايره اوسع، واول ما ابتدت تشم نفسها او على الاقل يبقى عندها خبره صغنونه حقيقيه وان شاء الله ناجحه ان هي تنقلها للناس، ان هي تقول الاف الامهات والابهات انه الاختبار ده مش هيكلفكم حاجه، بالعكس ده هيوفر عليكم كتير، انه انا انسان ايجابي، ان انا مش ناقصني حاجه، حتى لو عندي مشكله، حتى لو في عدم اكتمال، وما الكمال الا لله، محدش فينا كامل. يسرى حبيتك زياده وبأيدك في الهدف بتاعك، وعشان كده احنا بنعمل الحلقه دي مش واحده ام بتقول كلمتين بتعبر عن نفسها، لا هي حلقه بجد في التوجه بتاع يسرى اللوزي، التوعيه، وان احنا نسال، وان احنا نفتح طاقه نور للناس، وانه يبقى في خطوات تتبني على ده. خطوات هنعرفها بعد الفاصل ممكن نعمل ايه والناس تفيدنا وتفيد بعضها ازاي. هستأذنك فاصل. في الاول طبعا كانت صدمه، مش ضعيفه، هو مفيش خالص، هنعالج اي حاجه الا العصب، كلنا اتخضينا من صوت الباب، لو ما اخدش تخاطب يبقى كانه ما عملش حاجه، هو دلوقتي سامع بس مش عارف الاصوات دي ايه. اخوك اسمه ايه؟ ابراهيم. واي مشكله في الدنيا لها حل؟ كانه لسه مولود، لازم نكلمهم كتير. الطفل ده قعد فتره من غير ما يسمع، لو ما وصلناش لكده يبقى فشلنا. الجهاز مكلف جدا، في جهاز معين بيقدر يشخص الولد ده تقريبا بيسمع وما بيسمعش. في اغنيه بقى لها فتره كده معلقه معايا كل ما يركب العربيه بتاعت شيرين اللي هي قله النوم. قله النوم وحاططها على التاب بتاعه.